aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet uyununla. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, bir şarkı vardı neydi la? Laftan anlamaz. اهلا وسهلا مراد بيك. كم مره قلت لك بلاها كلمه بيك؟ شو الاخبار؟ كل شيء مثل ما تركته حضرتك. على الشركه ولا على البيت؟ على البيت. سكر. اي بيت؟ على بيت اهلي. كنت متاكد. اذا متاكد لشو السؤال؟ قلت بجوز تغيرت. الواحد كل يوم بياخد قرار شكل. الحياة نحن منديرها كرم، وبتعرف انه انا ما بحب التغيير كتير. يلا ناطريني على الفطور بلا ما نتأخر، طلع بسرعة. على عيني. بيسان حذري شو عم بيصير معي. المنام اللي عم شوفه فيه ريحة بيض مقلي وكتير قوية. هاد مو منام، أنا كمان عم شم نفس الريحة الحلوة. معناتها هي أسيل عملت لنا مفاجأة ومحضرت لنا الفطور. أسيل اليوم مناوبة، شبكي نسيتي؟ ايه، لك مين عم بيعمل الفطور برا؟ ريحة الأكل بتاخد العقل مثل ريحة أكل أمي. للحظة فكرت أمي عامل الأكل. دكتور
جاهز. يلا انت وياها امه لشوف. وسمعان عم تنادي اجت امي بدك تنو صوت امي. امي انت شو عم تعملي عنا؟ يلا امي بقى يا كسلانه. انت ايمتى وصلتي امي؟ 6 الصبح. وشو عم تعملي بغراضي؟ عم ضبهم. خير ان شاء الله خالي امينه. ابوها ما بده اياها تضل هون. قال روحي جيبيها بقى، رجالنا بتقرر ونحن مننفذ بدون ما نناقش. قال طالما انه البنت خلصت الدراسه وما عم تلاقي شغل بنوب، شو ما قعدها لحالها؟ على اساس اول ما تخلص جامعه تشتغل، بس لا اشتغلت ولا رجعت. قال بده اياها تضل قدام عيونه هيك. أنا ما حكيت شي، أبوكي هيك قرر. معقول يكون أبي قرر كل هالقصص؟ بس وقت اللي حكيته امبارح ما جاب لي سيرة شي أبداً. لك بنتي قديش أنتِ غشيمة يا حرام، أكيد هو ما راح يقول لك هالحكي على التليفون، بس هلكني من كتر ما أنا اللي بعرف أبوكي منيح، ما بيخانق حدا غيري. أهلا وسهلا خالي أمينة، موفقة حياة. ضبي هي لشوف، ساعديني. أوف. شو بنعمل؟ نتصرف مثل العادة ولا بنعمل حركة مميزة هالمرة؟ بتحب نهاجم ولا نتراجع وبعدين بنضرب ضربتنا؟ ما رأوا كرام؟ حضرتك متأكد؟ بلا ما نندم لأنه أعطيناه فرصة. يلا خلصني. شو انت امتى ناوي تكبر؟ كل همك انه تنارني وتعصبني؟ وصلت لهالعمر وما تغير فيك شي غير سيارتك. دايما بتحب تعيش دور الاخ الكبير، بس انا هيك كتير مرتاح ومبسوط. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. المفروض نحن نفوت بالاول انور بيك. ليك الحياة احيانا ما بتنصفنا كرم بيك، بحركة بسيطة ممكن تتغير كل الموازين. ايه شو عملت بهالسفرة؟ زبطت لنا مشروع انقرة؟ طمني مراد، لسات القوة بإيد عائلة صار سالماز؟ مو هلا بقدر جاوبك، اللي وين كنت وليش جاي بهالوقت؟ صحيح، اليوم في اجتماع متذكر ما؟ ما بدي جاوب على السؤال الأول، بس عن جد كانت ليلة متعبة كتير. طبعاً بعترف إنه مانو مثل شغلك المتعب اللي بأنقرة، أي بس نحن كمان عنا مهمات وشغل صغير على قدنا، وبظن إني رح أقضي نهاري نايم. مو على كيفك القصة، معك نص ساعة حضر حالك لنطلع سوا. يا الله مو معقول قديشني أنا مظلوم بهالبيت. أهلا وسهلا يا بي. أهلين. معك نص ساعة مو أكتر. أنت خلص لي التحقيق تبع ستك بنص ساعة وبعدين تعال احكي معي. شو هالنشاط سلطانة كريمة؟ وينك أنت؟ شغلت لي بالي عليك. حبيبي كنت بأنقرة ستي، رحت بشغل نسيتي. شو هاي نسيتي كمان؟ شو شايفني كبرت وبلشت خرف؟ بعدين هات لشوف ليش طولت كل هالقد بالسفرة. انضغطت كتير بالشغل. خير؟ لا تكون لقيت عروس من أنقرة ومخبي وما بدك تخبرنا. انت كتوم وما بتحكي لجواتك ولا شو عم يصير معك. إذا البنت من أنقرة منيح، هالشي بيفرحني لأنه بنات العاصمة معدلين وأوادم. أنا ماني طالبة شي مستحيل يتحقق ابني. تكون حلوة وأمورة، بنت حلال ومحترمة، وتكون متعلمة ومتخرجة، وتكون شاطرة بشغل البيت والطبخ، ويكونوا أهلا معروفين، وطبعاً يكون عندها احترام لكبار العيلة مو أكتر. والله العظيم تيتا أنا كنت هنيك بشغل. قيمك مني هلأ، احكيلي لشوف كيف صرتي، تحسنتي؟
تخيلك كيف رح اتحسن وانا هون؟ ليش الواحد بعيش مع هالمخلوقة تحت سقف واحد وبتتحسن حالته؟ وطي صوتك اللي بتسمعي. ايه شو عم اكذب؟ خلينا نفوت. الله يخلي لي هالشبوبية ويحمي لي اياك. داليا؟ ايه عزت؟ مو معقول لهلا ما كنتي تعرفي تخلصي لبس. قصدك تقول اني عايشة على مهلي؟ مو شايف عم حضر حالي. ممكن تستعجلي شوي لو سمحتي، مراد بيكون وصل من زمان. يعني الشاب جاي من السفر لحتى يفطر معنا، تعرفي قديش بحب الدقة بالمواعيد. قصدك تقول انه انا مو دقيقة بمواعيدي مثل مراد افندي. ايه طبعا مراد بيك قطعة نادرة وما بتتكرر. صباح خير. صباح النور مراد، قلت لهم يحضروا الفطور برا. شفتهم؟ لازمك شي حبيبي؟ ولا شي، طالع فيق البيك. أنور رجع البيت؟ ايه رجع، بعدين طلع حط راسه ونام وطالع بدي فيقه. طالما رجع متأخر خلينا نام شوي اتركه. عيني أخيرا وصل رجل الأعمال المشهور، أهلا وسهلا، تعال عندي. كيف مشيت الأمور بأنقرة؟ منيحة، كل شيء تمام، بقينا نستنى جماعة ميلانو. اتفقنا أنه نجتمع معهم اليوم وهيك؟ شو وينه أنور؟ لهلأ ما فاق؟ ما رجع للصبح، اتركه للولد ينام شي ساعة. شو عم تحكي أنت؟ قال رجع الصبح، روح فيق أهل أزعر ليحضر الاجتماع معك. اتركوه ينام شوي للولد، شبكون؟ هذا الولد لازم يهتم بالشغل أكتر، صح حبيبتي؟ يتحمل نتيجة الصياعة، أنا ما دخلني. يلا اطلع. أسير حبيبتي، جيتي بالوقت المناسب، بدنا دواء ضغط وحبوب تحت لسان، جيبيهم وتعي. اسمعيني منيح، حدا قال لك اني بشتغل بصيدليه بتوزع ادويه ببلاش؟ انا عباره عن ممرضه راجعه من مناوبتها ميته تعب. شو صاير لك يا بنت؟ قايمه القيامه عندكم. ليش تخانقوا؟ خالتك امينه اجت. اها اي ممتاز، مشتاقت لها خير الله. وانا بالاول انبسطت وقلت لها اني مشتاقت لها، اطمنت على صحتها. ايه. كمان وهي شو قالت لك؟ اكيد مشتاقت لنا مشان هيك اجت، جايه لحتى ترجع حياتها تضيعها مره تانية. قال ابوها طالما ما انا ملاقيه شغل روحي جيبيها وتعي. كيف يعني خالة أمينة جاية لتاخد معها حياته تمشي؟ لا مستحيل هالشي. لك يا بنت فهميني، انتو بالمشفى بيحطولكم بالشاي مهدئات؟ ما عم تستوعبي انه الام وبنتها عم يتخانقوا؟ حياة مو حابة ترجع عضيعة، لازم بأسرع وقت نتدخل. قدامي لشوف وراي. يلا طالما بدكم تصمدوني قدام عيونكم ليش بعتوني اتعلم؟ وفهميني شو استفدتي من التعليم بالله؟ قوية شخصيتها. أهلا وسهلا بالخالة أمينة. أهلين فيكي، من وقت اللي إجيت ما حدا عبرني بنوب. الله يخليكي، معلش تحكي لك شي كلمة مع أمي؟ جاي تمسكني مثل الزهار من إيدي وترجعني على الضيعة. شو بدكم فيها للبنت أمينة؟ أنا ما عندي مشكلة، أبوها هيك قال، أنا ما دخلني بالسيرة. أبوها أمينة، أنا ما فيني أكسر كلمة أبوها. لك أمي اليوم عندي مقابلتين للشغل ورا بعضهم. هاد اللي قاله أبوكي بالحرف، إذا اليوم لقيت شغل بيكون منيح، وإذا ما لقيت شغل فورا بتجيبيها معك، هيك قال. شو رأيكم نحجز لكم على الضيعة؟ والله بنفطر بالأول أحسن. سمعينا ست بيسان، مشروب عمل لك؟ مفكرة أنه سهل تدبري شغل هون؟ إيه خالة أمينة والله أبوها معه حق. ليش هيك عم تقولوا؟ بيجوز تشتغل اليوم، تفائلوا شوي. إذا عم تقصدوني بهالحكي فحظي وبعرفه. بعدين أنا بنت بهالغراج دي أمي، ما فيك تجبريني على أي شيء أبداً. صح. ايه بس ابوكي قال انه ما بقى الا مصروف اذا ما لقيت شغل، شلونك فيها هي؟ تفضلي اقعدي هون بالغراج ده على لحم بطنك حتى تموتي من جوعك يا روحي. تعي لهون. وليش لا تموت من جوعها بالله؟ انا شو عم بعمل هون؟ رح اطبخ كل يوم وطعميهم. يا فاديه ليش عم تعطيهم وش لهدول البنات؟ اسكتي، اصلا شادين ظهرهم فيكي، ما كان ناقصني غير علاكك انت. بنتي ما تتعبين وتتعبي حالك على الفاضي، اليوم اخر يوم، لقيت الشغل بيكون ممتاز، ما لقيت بنرجع على الضيعه فورا وخلصنا. والله أنا ما دخلني، أبوها اللي قال أنا ما دخلني بشي. مم.
هلا بما انه كل العيله مجتمعه في موضوع مهم كتير بدي احكي فيه. قررت انه اتقاعد بعد فتره. لا يعني من وقت للتاني بروح على الشركه، وبعد ست شهور تقريبا بكون زبطت كل شيء ورح اقول لكم يا جماعه انا ماشي. ايه طيب بعد ست شهور شو بده يصير يعني؟ عن جد ما وصلتني الفكره. بروح شوف شغلكم عن قرب، بعدين بقرر مين بيستاهل يستلم الشركه. ابدا مالك مضطر لهيك قرار، انا وانور عم ندير الشركه وما احلانا. معك حق. اي شركه لازم يكون لها مدير واحد، يعني حتى لو كنتوا اخوي لما يصير في بيناتكم خلاف وبوجهات النظر مين بده ياخذ القرار النهائي؟ ها بصراحه ابي معه حق، كل شغل لازم يكون في له مدير، واللي هو حضرتك يا مراد بيك، وانا بكمل حياتي مثل ماني متعود، وهيك انحلت القصه. ما بظن هلا خرج المزح انور، ابوك عم يحكي عن موضوع جدي كتير مزبوط. امك لاول مره بتقول كلمه عليها القيمه. يعني بالاخير مثل ما ابوكم بلش بهالشركه من الصفر ووصلها لهالمرحله، بكره انتم كمان رح تسلموها لاولادكم لانها امانه العيله. اي صحيح بما انه جبنا سيره الاولاد، دخيلك يا امي بترجاكي ما تبلشي لو سمحتي، لانه اذا فتحت سيره الاولاد والاحفاد يمكن ما نخلص من هالسيره للمساء. شبهك. صح ستي، بعدين انا وانور مستعجلين كثير، يلا قوم. ليك اخي انا ناقصني شويه فيتامينات، رح اكل سلطه الفواكه وبعدين بتلاقيني وراك فورا، وعد تروح. صحتين وهنا، باي. الله معك. شوفي ليش وقفت؟ حرارتها عليت. ايه طيب شو بدك تعمل؟ رح انزل لحتى اشوفها. بيان معك شي كرام؟ طقت مية الراس. شو عم تقول؟ لك قصدي المي خالصة. عبي مي وخلينا نمشي. لازم يبرد الموتور بالأول. مستحيل هيك بتأخر. هلا بطلب لك سيارة من الشركة لا تاكل حتى. لا ما بقدر أتأخر أكثر من هيك، هلا باخذ تاكسي من هون. ليش تنى؟ قلت شي؟ ما فيكم تقعدوا ببيوتكم ساعتين؟ كل العالم اليوم حابين يطلعوا مشوار، بدي روح المقابلة إذا ما وصلت على الوقت أمي بترجعني على الضعف. بعدين على فكرة في شيء اسمه مواصلات عامة، لكن مين اللي عم بيعملوا كل هالعجقة؟ تاكسي. طلعت سيارة خاصة، بعتذر. لوين يا حلو؟ على جهنم الحمراء، بتحب تيجي معي؟ من قبل روح من وشي وما غيرك شكلي نعمة بمسح فيك الأرض وبفرمك فرم. روح عن جد ما بتستحي، قليل تربية لا وسخت المجتمع. فاضي معلم؟ اطلع؟ طبعا يا بيك، تفضل اطلع، بس وصيت على سندويشة رح جيبه واجي فورا. روح. أخيراً خلص أنا بسكر، عود محلك أنت. إيه بس هالتاكسي مقلي. إيه منيح؟ شايفني سألتك عن الرخصة والوراق؟ يلا اسمع الكلام. مو هيك حضرتك فهمتي غلط. أنت يلي ما عم تفهمني، أنا مستعجلة ولازم نمشي، لو سمحت يلا. يا أنسة انزلي لأنه أنا بدي أطلع. إيه أكيد، رح تطلع لحتى تسوق، كيف رح تسوق بدون ما تطلع؟ وهي هي المشكلة، ما أنا ما رح سوق لأني زبون مثلك. هالتاكسي إلي. ليش مو إلي؟ لأنه اليوم أنا كتير مستعجلة،
حتى انه القصة حساسة. انا كمان شغلي مستعجل، اذا بدك نطلع مع بعض بيوصلني بعدين بيكمل معي. وشو المناسبة بقى؟ انا مالي مضطرة اطلع بنفس التاكسي مع شاب ما بعرفه. ليش بتعرفي الشوفير؟ لا. لكن كيف بدك تطلعي معه؟ هالشغلتين مالو مثل بعض، عم تفهمني؟ لا ما فهمت، اشرحي لي. ليك ابو الشباب، بدل ما اطلع بتاكسي مع شاب ما بعرفه بفضل انه امشي مع شابين ما بتعرفيه. رجعتي نسيتي الشوفير؟ صار لك شيء؟ انسانيتك معدومه، انت منبع للانانيه وتمثال للتمسحه، روح الله ياخدك. عما منبع انانيه وتمثال للتمسحه. تفضل يا بيك اطلع، لوين بدك وصلك؟ على مبنى صارتي بتعرفه؟ يلي بمنطقه لان. ايه هاد. إذا مو حابب ترد على الموبايل حطه صامت، والله أعصابي مو متحملة سواه. أنا كنت بدي لك نفس الحكي. مو موبايلي يلي عم يرن. ولا موبايلي. وقع التليفون، هذا إلها. امشي خلينا نلحق نعطيها إياه وبعدين منكمل. طيب. اليوم كل العالم المختلة متفقين انهم يلحقوني ولا شو القصة؟ حاسة الكل حاطط شرط يجنني اكثر مو مجنونة، ما عرفاني اني مو متحملة حالي، لك انا مو طايقة حالي بنوب. ولسه التافه الثاني. انت بتعرفي الشوفير؟ طبعا بعرفه. لو سمحتي. زلمي خدمنا بالجيش سوا. بحكي المنطق، الزلمة عنده كاريزما بس الاحترام صفر. عفوا عفوا. انت شو بدك ولا؟ انت عم تلحقني بشكل مقصود؟ وليش بدي الحقك؟ شو هذا اللي بايدك؟ تليفون. وبكل صفقة عم تطلب رقمي، عن جد انك عديم اخلاق. يا انسة اسمعيني، رجعتي فهمتيني غلط، وانا صبري في له حدود. شو اللي فهمته غلط بالله؟ شو اللي فهمته غلط؟ الصبر له حدود. فظيعة وقاحتك، حاطت الموبايل بخلقتي، شو اللي ممكن افهمه؟ هات هالموبايل من ايدك. لك شو عملتي؟ مشان وقفك عند حدك، احترم حالك. يا رب يكون مشي. واقف شوي. تكرم. يلا موفقة. هلا اذا خلصتي فرجي علي، بطلب الاذن منك لامشي لاني مستعجل. انت ليش عم تعقد الموضوع كل هالقد عزت؟ فجاه انت شعلت النار بالعيله وراح تخلي الاخين يحلقوا بينات بعضهم. هالقرار راح يتسبب بمشاكل كبيره. لا مستحيل امي، ولادي عقلهم اكبر من هيك. ولادك صح عقلهم كبير، بس مرتك الحربايه ما راح تحد عقلي. اوف اوه أمي، شو قصتك مع هالمرة؟ أنا لهلأ ما عم أفهم. شو بدها تكون قصتي مع وحدة مثل هي عاملة فيها بنت عيلة وأكابر، وإنت بتعرف منيح إنه هي مو معروف لا أصلة ولا فصلة.
ليش هالحكي هاد امي؟ عم تعتبريها غريبة؟ داليا بتضل مرتي، ليش عم تحكي هالحكي؟ نحن عائلة صارص الماز الكبيرة، وهي محرك الشر يلي ناوية توقع بيناتنا. اها؟ واخر شي بيطلع معك انها عدوتنا؟ اتمسخر علي لقلك انت تمسخر. اذا صار وقررت انه تسلم الشركة لمراد ممكن تحلق الحرب العالمية الثالثة، ووقتها ما حدا رح يهديها. اسمعي، قد ما كانت معزة مراد عندي، انور كمان مثله، بس انت بتعرفي منيح انه انور شاب صغير وعقلاته على قدهن ولساته طايش كتير. قلت اذا بيتحمل مسؤولية شوي هالفترة بصير يحط عقله براسه، وإلا اتنيناتنا منعرف انه مراد هو اللي رح يستلم الشركة عني. أهلين مراد بيك. أهلا وسهلا مراد بيك. تقارير الإنتاج على الأربعة، خليهم يكونوا عندي. تقارير على الأربعة، حول. تقارير اللي طلبتهم لاجتماع الجروب مع ميلان وجاهزين؟ جاهزين طبعاً يا بيك. بس بخصوص الاجتماع واجهنا مشكلة صغيرة يا بيك. خير؟ قال إنه رح يصير في تأخير تقريباً أكثر من 5 دقائق. مو مشكلة، الاجتماع بعد 10 دقائق. إيه يا بيك، هن رح يتأخروا شي ساعة تقريباً. اعتبري الاجتماع ملغي، بس ما تخبري حدا. اعتبروا الاجتماع ملغي وما تخبروا حدا بنوب. كيف يعني؟ ما فهمت. لما يصلوا بتقلي لهم الاجتماع التغى، بهالطريقة بيصير عندهم فكرة عن احترام المواعيد. اجتماع ميلانو التغى، وانتباه المدير متوتر كتير. ليش وقف الأسانسير؟ صار مشكلة صغيرة بالأسانسير والصيانة صار عندها خبر ورح تنحل بأسرع وقت. تأخرتوا كتير، العطل من امبارح لازم يصلحوه. ظاهر انه تأخرنا، متوتر. حول. شو صار بجلسة تصوير الكتالوج؟ بلشت؟ بلشت يا بيك، وماشيين حسب البرنامج اللي حاطين. هلا منشوف اذا هالحكي صح. عم نتصل فيكي ما عم تردي. شو صار؟ توظفتي؟ مش الحال. بس ثانية أسيل عم تتصل، رح أجمعكم. حياة، دخيلك قولي إنه توظفتي وإنك مانك راجعة لضيعتكم لو سمحتي. يلا اعترفي، ما حدا قبلك. الظاهر إنه رح نودعك اليوم المساء. انسي الموضوع، لأنه ما كنت بمقابلة الشغل، كنت بحاويت زبالة عم بسبح. إيه لا، شو قدمتي على وظيفة عامل تنظيفات؟ لك بيسان، لا تزوديها بترجعكي، مو وقت خفة دمك، مالي متحملة. بسبب شب غليظ كتير روحت التاكسي على حالي، وبعدين زتيت موبايلي بزبالة مثل الدبة. يا ربي منك. لك ليش لا تعصبي وتفشي خلقك بالموبايل؟ لساته جديد وعليه اقساط يعني. مو مثل ما فهمتوا صبايا، بشرح لكم المسا. لك اللي بيشوفوا بيفكروا اكابر هالوقح. يعني قصدك تقولي عنه حلاوة حياة؟ اسمعيني منيح، سجلي هالملاحظة، المرة الجاية لما تشوفي شب حلاوة قدامك فوراً بتعطيه رقمك حبيبتي، مو بتروحي بتزتي موبايلك بزبالة. وقت بيطلع قدامي مرة تانية بعرف كتير منيح شو لازم قله. شو عم تفكري تقولي له؟ أكيد رح أمسح فيه الأرض. يلا بعدين بحاكيكن، أول مقابلة راحت، بركي بلحق التانية. وين المقابلة؟ بشركة كبيرة طالبين مسؤولية موظفين عنده. هلأ على هديك الزاوية. لحظة. يا شباب إذا سمحتوا حدا منكم يركض بسرعة لعندها. يلا زبطوا طرف الفستان اليمين والكتف اليمين ورتبوا له شعرها. مو لتخلص مرام خانو من الرتوش تبعها؟ ما بتخلص، عملي اللي طلبته منك. قليلي شو المشكلة مرام؟ اطلع منيح، شوف هون في لمعة مبينة. ما شوي تانية رح أضربها وما حدا رح يقدر يخلصها من بين إيدي. دخيلك أنا. شايفة هالجسم الحلو يلي عندي؟ رح يلفت النظر وما حدا رح يشوف اللمعة. يلا
طيب الحبة اللي برجلي واضحة مو؟ ممكن نخفيها مرام خانوم، ما راح يكون في مشكلة. وبعدين بقى مع السر نوح. طيب. خلص أنا تمام. يلا رح بلش صور. طيب. خليكي هيك، حلو كتير. يا ربي دخيلك أنا. خير يا أمورة؟ المونيكير اللي على ضفيري انتزع لونه. ممكن نخليه منزوع لحتى يبعد العين عنك حبيبتي؟ يلا طيب ماشي يلا تمام رح صور حلو كتير مراد هاي حياتي ممكن ما نقطع التصوير؟ كملي إذا بيتركوني بنزل فيها ضرب لحتى تتشوه ما بتركها لحدا يدفنا بدفنا بإيدي لهالوقحة السخيفة مسحوب منا الهوى أهلا وسهلا نورت مراد طمنيني كيف الوضع؟ لما نبلش فورا بخبرك حبيت الديكور مراد بيك؟ عن شو بيعبر؟ بيحكي إن مرام خانم صبية متحضرة وصلتها دعوة لحفل فخم على التلفون وفستان مجموعتنا بينلبس الكنباية شو دخلها طيب؟ عفوا ما فهمت إذا رايحة على حفلة ليش قاعدة هون على الكنباية؟ نزار نعم مراد بيك مرام خانم ليش قاعدة؟ لأنه أنا وقاعدة صوري بيطلعوا أحلى العرض للفستان مو لمرام المفروض أنك تعرف هالشي معك حق مراد بيك لا لا صور بيطلعوا أحلى أنا وقاعدة كيف ما صورنا كيشر شو عملوا اللازم فورا بالحكي اللي سمعني اياه هلا نورا يخزي العين قديش طلعتي سريعه البديهه وبتلقطيها على الطاير حبيبه قلبي معناتها محسودين صارت واضحه القصه الكل عيونهم على مراد طبعا قلنا فتره مرتبطين وبدهم يفرقونا من امتى مرتبطين انت ومراد احكي لي لشوف شبكي نحن منلتقي خمس ايام بالاسبوع ايه صح خمس ايام بالاسبوع بالشغل بتشوفوا بعض لانه عم تشتغلوا سوا مزبوط لا منروح مع بعض على الحفلات ومنحضر افتتاحيات سوا واو وانا بكون معكم نوران اف من وقت للتاني بيستضيفني ببيته بتعرفي هالشي وعلى كل رساله بيوصلني جواب وكل ما اتصل فيه برد فورا لانه اكابر حبيبتي غير هيك اذا رد على الموبايل مو معناتها بحبك لازم تكوني اوعى اذا اللي بيني وبين مراد ما اسمه حب شو بتسميه لكان نزوة عابرة اسمها مراد ما بيحب يرتبط ببنت إذا ما كان واثق إنه رح يكمل معه اسمعيني منيح نوران إذا أنا بنفسي قلت لك إنه أنا ومراد سوا معناتها سوا قررت ومشي الحال وإذا في مشكلة عندي الحسم يعني ما رح يصير غير مثل ما بقول دارلينج لوك حبيبتي نسياني إنه هذا مراد ومو أي بنت بتوصل له مراد ما بيفرق عن الباقي بالآخر كلهم رجال كلنا رجال بالنهاية غبية خلصت شغلك عبكير اليوم جروب ميلانو وصل بس في خبر عن جد ما عجبني لغيت الاجتماع مراد صار سالماز متوتر كتير اليوم ممكن اختصر بانه هاليوم ما بينطق ما بكفيني القصص اللي فوق راسي بابا اتصل فيني من شوي قال رفيقه المستشار هذا كمال بيك طالب نوظف بنته عنا عن تالا قال مساعدة إلها اي يعني وين المشكلة ما فهمت قال ابوها بده اياها تتعلم الشغل لانه ما عندها فكرة عن الحياة العملية ليش مو انت بتحب العالم الجديين بالشغل مو هيك بقصد أنا ما بحب شغل حدا عندي بالواسطة هي البنت حلوة ولا لا؟ يسلموا تالا صحتين وهنا مراد بيك صحتين وهنا شكرا هلأ هذا السجن اللي أبوكي بده يحبسك فيه يا حبيبة قلبي؟ إيه هذا هو حبيبي بس ما رح ينجح فوت بشوفهن وبطلع
بعدين انا قله لابي انه ما اتفقنا وما قبلوني. ايه بس حياتي انتي مو جايه بواسطه، اكيد رح تشتغلي. رح اعمل جهدي حتى ما حدا يقبلني بالمره، كل الوقت عم بعمل اللي بيقوله ابي ونفذ قراراته. تخيل لانه هو بده علمني 4 لغات، بس انا ما عاد اتحمل، بدي اعيش معك وبدون ضغوط من ابي. برايي اذا بتقلي له الحقيقه لابوكي وبلا مشاكل سونا. المشاكل رح تصير لما ابي يعرف شو عم نخطط. تخيل قله لابي قررنا انا وحبيبي نعيش بخيمه ونراقب الطبيعه، ما رح يتحمل ورح ينجلد فورا. ايوه هو مستحيل يفهمنا، قد ما تعبنا ما رح يفهمنا، بس ما تخاف حبيبي، انا رح حل القصه. اتفقنا؟ أمرك يا بيك. لو سمحت. عفوا أنا كان جاي مشان مقابلة الشغل. وأنا كمان بالطابق الرابع. ميرسي. شكرا لك. أهلي. سونا بكتاش جاية تتوظف بالواسطة. أنا تعبت كثير لحتى وصلت لهالمنصب، وهذا بيعني إنه هالبنت ما عندها حياة أبداً. تعرفي ما بقرف غير من البنت اللي بتعتمد على الواسطة لتتوظف. عن جد أنتِ معك حق، ما بتخجل من حالها هي سونا. لا وفوق كل هاد بيتعلموا بمصاري أبوهن وبيدرسوا برا البلد وبيجوا بيشوفوا حالهم علينا. شو عم بيصير؟ ليش هيك طول الأسانسير كل هالقد؟ ليش عم بيوقف فجأة؟ ما فهمت. معطل، عن قريب بيتصلح. وأكتر شي بيكرهه مراد بيك هو التوظيف بالواسطة. اسمعي الخبر يلي رح تنبسطي عليه. أبوها للبنت قال له بدي بنتي تتعلم الشغل منيح، مراد بيك ممكن يمسح الأرض بهالبنت. تعرفي أنا من هلأ شفقت على هالمسكينة. نحن ما كنا طالعين على الرابع؟ شو عم بيصير معك؟ شو المجانين كلهم طلعوا بيوشي اليوم؟ Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet uyununla. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi la la la. Aşk bu belli mi olur? Döner beni bulur. Hayat benim değil mi? Şans bu belli mi olur? Döner beni bulur. Aşk laftan anlamaz.